ولا يعني ذلك أن ما وجد عند النصارى اليوم هو الذي نزل على عيسى، لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النصارى اليوم محرفة مغيرة مبدلة، لعب بها قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفوا، ولهذا تجدها تنقسم إلى 4 أقسام أو 5، ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل على عيسى كتاب واحد، لكن الله سبحانه وتعالى إنما تكفل بحفظ القرآن الكريم الذي نزل على محمد، لأنه لا نبي بعده يبين للناس ما هو الصحيح وما هو المحرف. أما الكتب السابقة فإنها لم تخلو من التحريف، لأنه سيبعث أنبياء يبينون فيها الحق ويبينون فيها المحرف، وهذا هو السر في أن الله تكفل بحفظ القرآن دون غيره من الكتب، من أجل أن يعلم الناس حاجتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتب محرفة، فتأتي الأنبياء وتبين الحق. فالمهم أن نؤمن بأن الكتاب الذي نزل على النبي المعين حق من عند الله، لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل، قد يكون محرف بل قطعا إنه محرف ومغير ومبدل.